السلام عليكم. في فيديو اليوم راح نشوف إذا نقدر نستخدم مفك البراغي اللاسلكي حق يرفع السيارة. طبعا راح نستخدم الجاك الموجود بالسيارة، وراح نستخدم هاي المفتاح مع مفك البراغي. طبعا هاي مفك براغي تصادمي، مش مفتاح. طبعا هذا مفك براغي تصادمي مش مفتاح ربط، في فرق. يعني هذا امباكت درايفر مش امباكت ترنش. الامباكت ترنش طبعا اقوى من هاي، هاي مجرد مفتاح براغي اللي هو يسمونه امباكت درايفر. فراح نستخدمه مع هاي الوصلة، وراح نشوف اذا راح يقدر يرفع السيارة او لا، او هل في القوة. طبعا هو من شركة ملواكي، وراح نستخدم بطارية 4 امبير. طبعا هاي M12 12 فولت، وطبعا راح تكون على فول باور، يعني So I keep the البطارية jack, فل. we'll keep it to فراح number نشوف. 3. أول شي راح نحط رقم 3، بالنسبة نشوف قاعد يرفع السيارة. اوكي نفس ما نشوف رفع السيارة. راح نخليه في الدرل، في اوبشن في الدرل اتوقع راح يكون نفس الوقت. خلينا نشوف راح يرفع السيارة أكثر أو لا. للحين في فول تشارج الباتري. شوف طبعا يقدر يرفع السيارة، يعني هو مصنوع طبعا حق تفتحون فيه البراغي او تسوون فيه. طبعا اذا تحتاجون درلينج، بس ما ينصح درلينج، مجرد تفكيك براغي بس. يعني فيه لانه هو تصادمي، فعشان شي يقدر يرفع السيارة، يعني امباكت درايفر. فممتاز يعني، قوي، ما توقعته بهالقوة. طبعا لو تبون شيء اقوى لازم تاخذون الامباكت ترنش. بس الحين راح نشوف هل نقدر نفتح فيه براغي السيارة او لا، مع العلم ان البراغي من زمان ما انفتحوا وكانوا يعني مسكوكين بالقوة جدا. فخلينا نشوف. طبعا راح اغير المفتاح، راح احط مفتاح اصغر حق براغي الجنوط او الرنجات، وراح نشوف اذا نقدر نفتحهم من اول مرة او لا. راح احط السيتنج على رقم كانت 3. اوبن. نفس ما نشوف فتحهم بكل سهولة. So this is actually very useful. It's not an impact wrench, but you use it. You can use it like an impact wrench. So number 3, it's opening them easy. So let's try number 2. شكرا للمتابعة، لا تنسوا تشتركوا في القناة، لايك، وراح نشوفكم في فيديو قادم.